راية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ودرسني تفسير القرآن الكريم كا درسي نعاوة درسي يتضباطن يتضباط انتي انسود تفسير القرآن الكريم كا وكبل عمل اي آية دا سغار يتوبن اي سورة التوبة وحنا كوغي اي آية دا صدن يصدح ويسر سورة التوبة ان شاء الله تعالى قال تعالى أجعلتم واحد كيشان سقاية الحاج ورابنت حاجك إيه وعمارة المسجد الحرام مسجد كحرم ماذا لعمري ديسا كمان ميد كرادكتين كلام ديكتين آمال رمي بالله ألي واليوم الآخر ما ننت الدنبي أو وجاهد جهاري في سبيل الله جد ألي ألا وحير لا يستوون معك عند الله ألاك ديسا والله إلهينا لا يهدي مهن القوم قلدا سوء الظالمين ظلم فري درسي كي هرو كحرين درسي اني هرو انو قدن بيي إلهي وحي نوصل الشيغي ان اي نحقر اولاهين اي حق ان اي عمران مساجد كإلهي مشركين تو ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر iyagoo naftooda uga markhaanti kacaya oo aan baqarsanin marka inay gaalo yihiin dadka xaq u leh marka inay camiraan waa maxay waa dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rumeyay iyo maalinta dambe ee masaajidka salaada ku oogaya sakada bixinaya alle mooyid kale aan ka baqayn dadkaas u gariyay xaq leh inay masaajidka ay camiraan darsiga hore halkaas aan ugu soo dambeeyay darsigeena marka wuxuu sheegayaa nimankii kufaaru maka ahaa ee khaasatan reer qureysheed ee maka degana inay yidhaahdeen maxamedu adiga raggaaga waxa aad la timaadeen oo iimaanka annagu waxa aanu ku sugannahay ayaaba ka khayr badan oo ka fiican oo waa maxay annagu dadkii xujaajta ahaa ayaanu waraabinaynaa oo khidmaynaynaa marka khidmadaas loo khidmaynayo xujaajta ayaa ka fiican oo ka khayr badan adigu maxamed oo wax aad la timi si gaar ah siqaayada waxay ugu soo qabsanayaan dhulka xaramku ku yaala ooman oo ahaa khaasatan dhulka loo baxayo oo xajka loo aadayo meelo biyo lama ahayn marka dadka in la waraabiyo xujaajta oo biyo la siiyo ma ujeeda ayaa acmaasha laga qabto xaramka ugu fiicnayd marka tiibay ku faanayaan oo waxay leeyihiin annagu xujaajtii baanu waraabinaynaa beydkii iyo xaramkii baanu joognaa dadkii soo xajiyay baanu u khidmaynaynaa shaqadaasaanu haynaa adna iimaan iyo rumayn iyo waxaad la timi kaayaga iyo kaaga marka kaayaga fiican ilaahay marka wuxuu leeyahay in la waraabiyo xujaaj oo loo khidmeeyo camal fiican waa tahay sax laakiin goormay wax anfacaysaa waa markii iimaan iyo rumayn alle ay la socoto ama xujaaj la waraabiyey oo iimaan alle subxaanahu wa tacaala uusan ka horeynin oo qofka sameynaya alle uusan rumaysnayn bal diinta ilaahay oo la dagaalamayo waxay tarayso ma leh bal aayadda maxaa lagu khatimay wallaahu laa yahdi alqowma adh-dhaalimiin inaad khayr helaysan ha joogteeye
قول ظالمين هاتي معنوي ها إذنك أيها الظالمين هو عد ظلمي كجرتا إذنك ويان مرك عملك أعضت شيئتين ترى هذين السقاية الحاج هي عمارة المسجد الحرام باوحة أن محمد الله تمي كفي عن إنه كفي عن هذا هاتش وغية إذنك ما دام إيمان إذنان قدر وحو إذن ترى يمال ظلمي هي مرك عقاب هي آخر مرك إن شاء الله تعالى وحو إذنك ظلمي وي واحد كجرتان آخر وحو إذن ترى ما يعقاب الذي معنوي أجعلتم واحد كيسين سقاية الحاج حاج قورا بنتيسي هي وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد مسجد كعمريتان كسي مسجد كي الحرام أي حرمة لها كمان مدبيا كلام دكتين آمن رمي بالله إلهي واليوم الآخر مارين تضنبع ووجاهد جهادي في سبيل الله جد الله كجهادي هذه ألا وحير لا يستوون عند الله ألا أكتي صلوات سمائك قف إيمان لقيه لي وجد إلهي سبحانه وتعالى كجهادي هذه ونفع يمال بكبحي هي حاج لورابي هي مسجد العمر يض إيمان وصل لصعن ما أكوي والله إلهنا لا يهدي مهنونية القوم قال ذي الظالمين مرك ظلم قسم يسيا معنا إذن كأي الظالمين ويان الذين كوي مرك آمنوا رمي وهاجروا هجروا ذي وجاهدوا دقالمي في سبيل الله جد إلهي بأموالهم حوله ذا كدقالمي وأنفسهم نففيالك ذا كدقالمي أعظم باوين درجة حق درجة عند الله إلهي أكتيسا وأولئك كواس هم يقام حيهين الفائزون كوا الليباني لابد دارات با الدنيا آخر با يبشرهم وحوق بشارين ايا ربهم ربي قود بالرحمة النحريس ومنه حقيسا كهاتي إيو رضوان رالهانشو إيو جنات جنوين لهم وحي كل ينفيها جنوين كدحوظنا نعيم مقيم برواقضة برواقوين شوكتئه ومر أنقعين ويان خالدين ويواريان فيها جنويك أبدا وليود إن الله إلهين عنده أكتس وحا هذي أجر أبال باء هذي هي أجر ليس سيني أجر كاس عظيم آدي أنمرك أوين وي إن إلهي سبحانه وتعالى وحصي عدين يدتك إلهي رميي وشتكي سكوتي هذي ونفئي مال ببحيي كواس إني ليهين درجة آدوين وي إلهي أكتسي كليهين إن كون الذين عمل كأت قبتين إذن كوا حجاج لورابي يبيت كل صوغله باكفل لبدن كات إذن كوا دان إلهي غركو ذي ببرنية أو حليه هدت كنوع عاس يجو إلهي رمي أجد إلهي كل شيء هذا نفع ينفيس ببحيي كوا عد قاري كرتها ويراتي مشرته الله وحي مركو كوا رمي وهو شرودي نفتودي لفكذي هنتودي يمال كودي كعرري iyagoo diintooda la fakanaya bas isla markaana jihadayo gaaladii la dagaalamay dar ilaahi subhanahu wa ta'ala naf iyo maalba ku dagaalamay kuwaas ayaa weyni macna weyn xaq darajada oo kuwan macna waxa weeyaan gaalada waa leedii ka weyn waxba idin kuma haystaan weey aadamu daraja inda allah mid macna aad weyn oo daraja marka ayaa ilaahi subhanahu wa ta'ala aqtiisa ay ku leeyihiin gaaladana marka way ka maaragtay daraja sarreeyaan way gaar isagu daraja ma hayso wax daraja ma malee way Alle wuxuu leeyahay marka kuwaas waa kuwa liibaanay Alle wuxuu leeyahay waxa loo bisha wuxuu bisharanaya rabbigoodna xariis xagiisa ka haatay oo jannada raali ahaansho Alle raali ka yahay jannooyin ay ku leeyihiin naciimun muqim barwaaqo joogta oo marna aan go'ayn oo aan la waayeyn oo aan ka maqnaanin bii leeyahay waana ku waarayaan abadan khalidina fihi abadan ولي ود بي كواريا ان او ده نعيمك ادونك بي خلافسنتي وي نعمه ادونك اي وخا لو سيو اما ادا كاتغايا اميسغا كاتغا ادونك اما ادا كاتغايو خولها يو دومن با لغا قاداي او دمنيسا اما اني بو دافان با لغا يابايو قفكي marka u cair noqdo marka tani alle wuxuu leeyahay waa waxa weeyaan waa waligeed waa abadi way ku waariyaan allaagtiisana waxa ahaday ajar weyn qofki raadinaya marka ajar weyn allah ka raadiyo يا وصينا ياي وانا ابالك وين وجنده الله سبحانه وتعالى ادومها اسغا سوره لغري ادونك جنو كو ابالني وين واجر ادوين الذين كو امنوا رميو وهاجروا هجرودي او وجاهدوا دغالمي في سبيل الله جد الله
بأموالهم قد قالوا من حول هذا إيو أنفسهم قد قالوا من نففيال كذا أعظم إيقاوين درجة حقا أبالك إيدرجة عند الله ألا أكتي سبحانه وتعالى وأولئك كواسهم إيقا محيهن الفائزون كوا ليباني ويان يبشرهم وحو بشارين إيا ربهم ربي قود بالرحمة النحريس ومنه حقيسة كاهاتي ورضوان رالي أهانشوه إيو جنات جنوين لهم وحي كل يين فيها جنوين كنعيم برواقوين وموقين نعيمك ومقيم شوكتاه دائمية خالدين ويواريا فيها جنوين كأبدا وليود إن الله إلهنا عنده وقت سوحا هذه أجر أبال أبال كسو عظيم آدي أدو مويان يا أيها الذين كوي آمنوه ما ييو لا تتخذوها كيالنين آباءكم آبياشين إيو إخوانكم ولالهين أولياءك وحكتاه إن استحبوا هدي أي دورتان الكفر قال نمو على الإيمان إيمان أي كدورتان ومن يتولهم قفك حكتك دكتور سودو ويستا منكم حال إذن كإذن كمذيهي فأولئك كوا سميئك محيهين الظالمون كوا ذلمك سميئي قل واحد كتر هذا النبي الله إن كان هدويهي آباؤكم آبياشين إيو أبناؤكم عرورتيني إيو إخوانكم ولالهين إيو أزواجكم حاسسكيني إيو عشيرتكم تلكين يا قرابدي إيو أموار حوله اقترفتموها أتوش غيستين إيو تجارة غناسي تخشون أتكب غيسان كسادها سوق شبيدي هذا إيو مساكن قريوة ترضونها أدرالي كتيه إنتا سودان أحب هدي لغك القعيل بديه إليكم إنك حقينا من الله ألا إيو رسول رسول كيسا إيو جهاد جهاد في سبيله جد ألا لغو جهاده فتربسوا سوغا حتى يأتي الله إلى إلهي كلا إيمان أيوه بأمره أرن كيسا والله إلهين لا يهدي مهنون أيوه القوم قولدا سوء الفاسقين داعد إلهي كبحضي الله سبحانه وتعالى وحو يري يددك مؤمنين تها أن ما دام قال ذي لقبر النقضي وليل مسجد الحرام يين إيمانين وعلى سيئة كين يا مركا ولنقش بناء نقش هذه اللي قبل نغني اللي وحول يا مرة كي لنا بياشين يوال لهن يقوى حتى ذينها أو ليقوى السود ويستان وأتعرسان قرمة إن استحب الكفر على الإيمان وهذه إيمانك هي قال لماذا أي قال لماذا دورتان إيمانك هنا أي كتغان محايا لي قرابا لماذا السحرة إيدتك إسوهين كرتاوا عقيدة ذي إيمانك أما قرابان مدى وضع الأشداهي تتك إسوهين كرتوه وأدوكنا إسلام بان نقون كرتا ولالك أما آبهانا قالبو نقون كرا هي قالي إسلام نحبك مدحيان بل حرب يدقال بابا كدحيو وهو يدقال من ينوي عراد عدب دحتال ولكن اللي وحولي يكواس قرابة إذين أه هدي أي دورتان قال لماذا كوحي كتاوا سولو ويستان وأهل يا قرابة أتكد قتان هكيا لنا هدي بقى إيد عبد المرك على وحول يقف في سدا سمية وكل قعيل يأهل نبى يوقف تقوى وسود ويستا كاس وحول كم من دغنا يا قف كاس الظالمين توا ظالم قف كاس قال أحبك إنك ما دحيان مربى هدي وحرق إلهي جوي قرابة نبى ذن كلاته أو نسب كاهي ما تغني من شو وفترة مسوية على وحول يا مرك لا هدي مرك أيهين أبياشين إيا عرورتيني إيا ولالهين إيا حاسسكيني هدا ركتهين أما رقيني هدا هوينتهين إيا طول إيا قرابو وحاس ودن وددك قفك إنتي كهاري ريسنيدها ومارك تايي قفك إنتي أقود دويدو أن أقود شعلها هيد إيا حولة أسوشة قيستين إيا تيجارة إيا قناسي وأموار اقترفتموها shaqaysiga waxa loogu daraya xoolo hada iska soo ka galaan ee hadaa shaqaysato adigu u dhidido xaga la xajalada way macnaa waxa weeyaan way ku kala badan yihiin qofku wuxuu jecel yahay xoolihi u dhididay ciyaar ciyaar inay kaga baxaan ma ogola laakiin xoolo uu iska helo si sidfa isaga soo galay waa dhici karta inuu ogolaado inay si ayar uga baxaan marka xoolaha aadka u jecelayeen oo idinku u dhidideen oo u shaqaysateen kuwa aadka loo jecel yahay iyo waliba ganacsi aad ka baqaysaan inuu marka suuq jab idin ku dhaco
يقولي في في عنو أذكر هاي سنة سنة وكنا سنة سنة أنت هدي لوجك تعالي هاي إلهي سبحانه وتعالى حق رسولك يجهاد أجهادان كذي إلهي أنت هذا كتش على تان وحيا واحد سد وقفك أنت وأدونك وجوش على وعي قرابة ذي كهر رسنيد وارد الماء ولا ولا لا يطلق جود حاله وشعلاء وشقيستي تجارة يجنع سدوا كتشري قولي الله قول راح يستوفي عن معنا نلاش أدونكم أنت هسيقول أنت أنت نلاش أدونك رم على إسكود دري دعوة على دقي مرك هذه أنت هسوا أدوية أتكش على تان إلهي يا رسولك يجهد في سبيل الله والله يا رسولك رضوه لسان كذا اللي أنا كتش هدان هداد نعذان أو وحيابها دورتان الدنيا ده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سوى أنت إلهي سبحانه وتعالى أرنك سكلا إيمان أيه ودي أرنك ذاتك نوع عصر يوام حي والد العقاب يوي لبا إذن كل عموي عذاب الله إذن كسو دقية ألا محوكو قبقبي والله لا يهد القوم الفاسقين إلهي مهن يدتك فاسقين معنا وام حي حداد سيدا سميسان دينك فاسقين أوي حداد كتش على تان ألا رسولك يجاهد في سبيل الله وحيابها سأدون يدا إلا تريئ يقراب دينا تد فاسقين هو داعد إلهي كبحي أيان نغني سامويه يا أيها الذين كوي آمنوه ما ييو لا تتخذوها كيراننا آباءكم آبياشين يو إخوانكم ولا لهين أولياء كوكل قعل معنا كو أتعشهين وصاحب كرغتان إن استحبوا أي إن اختاروا هدي أي دورتان الكفر قال لما على الإيمان أي كدورتان رمينتي ألي ومن يتولهم قفك ولي كدكتو حكتك دكتو سودو ويسته منكم حالوا إذن كيهم مؤمنين أي فولاك كوا سبيغا محين غريان الظالمون كوا ذو المقسمي قل واحد كتر هذا النبي الله إن كان هديء يهي آباؤكم آبياشين إيو أبناؤكم إلمهين يعرورتين إيو إخوانكم ولالهين إيو أزواجكم حاسسكين هدا ركتهين أما نمنكين هدا هوينتهين إيو عشيرتكم تلكين إيو أموار حوله حوله اقترفتموها أتسوش غيستين إيو تجارة غنعسي غنعسي وتخشون أتكبر غيسان كسادها إنو سوق شبخدعو معنى إذن كبارحو إيو مساكنو هداد معنى يقريو تردونها أدرالي كن غنيسان إنتا صلى الله يسكدر يا حب هداد كتعيشين إليكم حقين اللوغك القعيل بنيهي من الله ألي ورسول رسول كسي وجهاد جهاد في سبيله ألا جدكي لغو جهاده فتربسوا سوق حتى يأتي الله إلا إلهي أكرا إيمان أيه بأمره أهرنكي سويا والله إلهينا لا يهدي مجعلا القوم قول الله سؤال الفاسقين الدعاء عليك بحضي فاسقين باندقوا نيسان هدي انت على سوى الشيء هذا كل عدموي لقد نصركم الله ألا ويدين هيلي في مواطن بوسس بوسسك أو كثيرة تربدا ويوم حنين حنين مالنتي دي بويدين هيلي إذ وقت بويدين هيلي أعجبتكم أي إذياب قريسي كثرتكم بدين وفلم تغني مركا مأي صنديق عنكم حقين شيئا وحبا وضاقت ويعرر بين نغطي عليكم دشين الأرض للك بما رحبت مع ربحها واسع نمد يضل لقبه ثم وليتم واتيستين مدبرين حالات كودبر جيدي ثم أنزل الله ألا وحو سودكي سكينته حسلوني ديسا على رسول رسولك سكسودكي إيه وعلى المؤمنين مؤمنين تدشودي وأنزل وسودكي جنودا عيدما لم تروها عيدنا أركين وعذب الذين كونوا عذابي كفروا قالوا بي وذلك أرنك سنة جزاء الكافرين كو قال ذا أبالكود أيها هذي الله سبحانه وتعالى مؤمنين تأيى إلهي أقلت شيئا أيها نمعوينك أقل قيب كم إذا كل قد ماها ألا وحو لي ويدين هيري ميالة ربضا وقال ذا باتك أتكاتين بدر با كم إذا هيد وأنتم أذلة بنقص مري إلي مؤمنين تهايين كولي تحقق ترادنا وأوليتين حقق تيادا إيا قاديد كي يهبك كودة قالما يين وأوليتين لبضبا محيس كو أتكادين نصر من الله هيل إليه سبحانه هيل الله حقي سكاء هذي أي كو أتكادين ترادو دي إيا تيادو دي مرة كما أتكاموي ألا مركا وحو ليه هاي ميالا بدن بالي إذين هيلي وإلهي قاردة قرقار إذن كسيي يوم حنين باه كمي ده
مركي هور مركي إذا ياب جريسي بدني ذي إنه إصلاح يافتين أو ترى هذا مانتا يران لوجا أتكان مايو الله سبحانه وتعالى وحليه فلم تغني عنكم شيئا بدنا أنتي إني مركي هور واردن كأت كاريا وهو إذن مترن لولكي وإذن كعرير يمي سقر لولكو واسعة لقفكم مركو وبقايو ميل ببوح مودية إن واحد لا يكجس بودي كجس صباحيا لولكي بلارنا باعرير إذن كنا قد بغدن أت بقي ساندرتين كديم ندبر كتشيدشين هو رقم تنوع عرتين الله وحليه كديب الله وحصوت شيء سكينة دي سيحصلون دي سرسول كيسة هي مؤمنين تا إذا أركين الله وحصوت شيء ملاك كوين مركا وال عذاب جاردها أرن كاسن وحقد عي إن قال أهين أي إلهي سبحانه وتعالى سأو قلويا وياي يوم حنين مركا هدي إنه ظلم الرئير نبي قمرك أفرت مجال هذا مكة صلى الله عليه وسلم عيدا تبنكن أو مجاهدة أيو الله سو قلي كدي مركا ويجي إسديبين غير مكة وحرب أي دجاله مدعين وإسديبين نبي قمرك صلى الله عليه وسلم مكو كن جاء فرشدي سي أن إلا أكبح أي حنين سقالي تمن بري أيو مجال هذا مكة شوقي أو كن جاء دواد مركا عرب مركي أي مقلين نمن كفار ومكة إن مجال دودي عاصمة دودي قعنتها مسلمين تأي كود عضي إن بدنا وكم إذا عرفت مركا وإس ديبين وين إسلامنا وهو جانسمين قيب كم إذا مركا عرب أيان هو جانسن كأي جويرين أو وحي قان صدين إن النبي قال الله قال الله صلى الله عليه وسلم نمن خير بنو قيس أورنجري يقتون ويانين لبنا الهواس نمن اللي هذا إيه الثقيف قبائل كلا توجير أو بدن أي صور راعين نمن كاسا إس أورصدي وحي يري هذين محمد مشيس إنه قوة رر إنه كتخلصنا محي علي تهدين أنا جويران إسقى إنه سوي رري مركب ويران إنه كتخلصنا إن توصل إنه سوي آدين وإس أورصدين نبي جوا كور عليه صلى الله عليه وسلم هذو كور هلا النبي قول مركب ديار قربه السماي تمن كيس يكون أو لصو قال المقالة ذا مكا وحر راعي أو كدر سمي لبكون أو دتك المقالة ذا كسرنا مكا ها إسلامي أي النبي قول مركب راعي لبكون مركب وحديث عهد بالإسلام دوام بيسو إسلامي نو ودتك مكا دور كي تمن كبر النبي قول نجا كون نجا دتك إسلام كهوي إيه تمن كيس يكون مشاهدين تا أوكلي مدينة أنت أسأل النبي الرعي صلى الله عليه وسلم يقول مركب مركب يصاب حي أنتي مركب ماشين حنين ودقالك وكذا عين قارن ينسف عن بيسوء بابلين نمنك غير بني هوازن هي ثقيف يوحي أي عرها كقاتان نل أورنجري مالك ابن عوف أي وحوها هجامي أذن وها دقالك أنا إسقى جرينجري دقال يهن مركب دقالك جري إسقى وها وحو أكو أمره مركا لما نعدي دقالما يسي داد إيا دوني قفل بوحو هايستو ينوسا وحبك إيمان هوانكا عرورتا قيل إيا أري وحو هانتي اللي إيهاي كل إنو صورتا سواك عيه أيو قبل لما ويسوبح مركا ميلا إلى هذا وادي أوطاس ونمان كان رير بني هواسين دقان كودا أي مركا عيدا كودي إيا دادكو إيا عرورتي وحو ننسوكو كيانانو أي كسو أورورين أنت هسك بعد نين أضيه هي دريد الأورنجري ونمنك كتر سنار هرب من هوازنة وأضيه إن دبيالي لكن وحو يهي نين مجربه مضد لير مركز سود دقالمي أيا وحوي أو سو هدا أو دقال أو كود دقال ممالي لكن هو خبير وحلق فإذيستا فكر كيسا إيه مارك تايما داما أو دقال بدن سو قلي هقامي مدسو أها ودد كل صعدة يعيدنك ورتجي سأورها خبرتي سأجعل جف هذه السنة مركدت كيبودي ورحجبين يشوجنا وهل واد أوداس بالشوجا وأوكي برامل في عن مل ماركت دجح ليه هو فردها فرق قاب كودنا ليه يسمها مل بورها فرس كوكود أما ينميه وقاب في عنه لقو دجالمي كره وعي هاي لكن واحد ويدي أرعيه يأيو هوين يعروريو عدكود بان مغلى ياي محيهين مركز سيوح على يري تنينكي هقاميها مالك بن عوف ايا امري
قف كم إذا دتك الدولام دولاك كتر ودقعلم إياه دذي الدنيا وحى استقفنا إنه سن كإيمانه قابته وكانه ورهليه يروجري والله ياري ورهي أرن كان متشر أنا دتك تري نقوله وحى سددي الدنيا قابته كان ها بوجري أم حاوس ما يصير ده وحى ربع نكو إنه سن عررن حيرة دهدي دتك يصير الدنيا يسمي شيء شو جنبه وكده قالهم يا اللي ميل ده بقول لابط ماله وحى الرعبة تاني حمك لو جدا نن بقى أيه فرس عرسنا أيه صوتش أبي مناقي عروب يسوت هاجية هروس يدردر يا ساق شيء دافية نفس سلعة رأي وكذا ويرنيه وهن رأي ما هي أرد كل علي هوانك يا عرورتا ما شو ذي وكل علي هذه السنة ما أنت إنه كده قال قال له أولي إنك تبيه دد إيه الدنيا من إنه بتبان معي لكن هذه هوانك يا عرورتا ودي دجال ندى دي فجأة أيه ما لها إجران أو قابط الله كده قال له ما يجي يشوفين تهدي إنه أتقانه أتقانه بيه إنك أقول وذنا هدي لكن أنا كات كذا وحي فر هذه تتك يدوني ذي بيتوا جينا ودقيه مركني واحد فكر ما هي أرك سيدا كده نك وادي ذي مالها ابن عوف وحي ماي إلى بكتها أنا يين هدا أرك الدين وابس دلي يا مركو كات كيس مرك واي والس كداي and سيدي هدي أحد مركا وحي السمائي نبي أصحابتي هواسن تين سو قاري مالك دوبي مرك دقين isaguna wuxuu sameeyay ciidankii awdaas ee togi awdaas ee ku jiray intuu ka soo raray waliba ragii shiishahanka leebka waliba nimanka hawaasanku leebki aad ugu fiicnaayeen balay shiishida leebka intuu ka soo kaxay habeenimo ayuu wuxuu soo galiyay togi xuneyn ayuu soo galiyay aan kadibna marka meelahi de dhagxaanti waaweena iyo dhirti hoosteedii meelaha soo galiyay aan si fiican buuna wuxuu ugu tahay wadadii ay ka imanayeen nabiga asxaabtu ay ka imanayeen ay si fiican ugu tahay wuxuu yahay marka waxa sameeyaysan aan halka markay soo maraan waxa weeye leeb waxa kaga dhigtan roobka kaga dhiga nabiga sallallahu alayhi wasallam meel ku dhow buudigay xuneyn aroortii hore markii salaada subax la tukaday buu ka soo kacay isla markiiba iyadoo himimo ay tahay oo wali marka aduu xilli hore ay tahay uun ayay marka togi xuneyn soo galeen nimankeena waa u diyaarsan yihiin ninkii ahaa maaragtay maalig uu u diyaariyay oo leebiya shiishahanka leebka aad u yaqiinay haday soo galeen iyagoo soconaya nabiga asxaabti hal mar ba shiishka saareen leeb dagada lagaga dhigay haday saa dhacday waa laabteen marka way carareen raggii saxaabadaha hal mar bay waxa weeyaan way baq carareen sababtuna waniga ayad inoo sheegtay id acjabatkum kathratukum oo qayb ka mid ah khaasatan xadiidu cahdin bilislaam kuwii dhowaanta soo islaamay oo maka ka soo islaam nabiga soo raacay ayaa waxay yidhaahdeen hadal sabab u noqday muslimiintu inay jabaan oo waxay yidhaahdeen maanta yaraan naloo ka adkaan maayo macnaha maxay tala saarsadeen cududooda iyo tiradooda ayay tala saarsadeen meesha la rabay ilaahay subxaanahu watacaala inay tala saarsadaan taasaa sababtay ciidanka marka muslimiintu uu jabay nebiga rag kooban baa ku haray cadadkooda 180 intaba waa la yiri ayaa ku haray haddii marka saas ay dhacday nebigu waa u dhawaaqay ana nebiyun isagoo leh war nebi baana ii imaada nebigu isagoo leh kabacdi markaas markuu arkay ciidanka inay tageen oo farxadeen oo carareen عباس يو رجلش وعباس وسجار ليش وابو النبي وأمري عباس توهري بوا إن أدو عدوين بوها إنه أدو واقه والنبي أكالة هلوم إلى نبي الله ماركتاي أين أصحاب الشجرة أين أصحاب البيع بساس أدو واقي النبي قنو تكلمي وبقش يسيبو فوشنا وعيدا كي كو قاضي مركا عباس وليش وعي هي أبو سفيان با أنت هرده كودي مركا سو ولي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قرنين أو دواقي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ساس أرني أن صيحة عدة أنا قون قالوا هاتي أوجدان معنا النبي مركا أن رجع س هذا معنا بغشة حركة قبنا النبي سوس سقطور المركا عندك الحديث أن سيدا حارض مركا هيد أن عباس أنا دواقي مركا سك بعد أيها عيدن كي قي عيدن كي سورهم بدي وصل لابد وحتى واحد عايز يميلين ورنيا ننكر رتجا صار هدير رتجيوس إنه كلا وريجو وكديده إنتو كبدوا أو وحي قلبه أسرن كلا دجو
أيو سيديني كدي مركا ويسولابتين رجي معنا أصحاب تعرري هل كان مركا أيه دقال كدي بالله قالي نمن كي مركا والي تبيي وح الله عليه وحدد يدوي هيستين ولا لو ريجي يجينا وح على قد جي وح دنتي وح داوع يوح فرحة كتجيو طائفي مالها قالي إن هنتي آدو ترى بدننا نبي صلى الله عليه وسلم هل كا أيو كغني ميستي een wuxuu hanti da xoogoodi u siiyay dadkii maalifta quluubka haayo ee reer maka ee islaamka dhawaan soo galay ayuu xoolaha xoogoodi nabigu siiyay sallallahu alayhi wasallam halkii hawaasiba nabigu markaa ku sugnaa togi dhowr macna tobanay bari meelaad uu muddu ku sugnaa adigu maaraha sheegayaan bal inay nimankii ay soo noqdaan soo islaamaano si markaa hantidooda iyo caruurtooda iyo xoolahooda loogu celiyo nabigu haddu muddu sugay dhow ayama oo wax soo islaamo soo laabto u waayay ayuu markaa xoolahi qaybiyay markii xoolii nabigu u qaybiyay oo hawshu ka dhamaaday oo ka farxashay ayay soo laabteen iyagoo wali waxay muslimiin baan nahay nabigu markaa sallallahu alayhi wasallam uu la hadlay wuxuu yiri hadee niman yahow maan inta san idin sugayay waa soo laaban weydeen xoolihiinni iyo haweenkiinni rag baan u qaybiyay xaq beena u yeeshoon hadee shan farood iyo calaacal beena kaga qaadeen oo ghaniim u ahaa waa waxay ghaniimiisoona xaq u lahaayeen marka laba mid doorta labadii xoolihii dadka isku heli miisaane dadka dib baan ugu laabanaya bal raggii ama dadkii doorta ama xoolihii doorta nimankii markaa waxay yidhaahdeen dad iyo duunyo ma sinee war dadka iyaga baanu dooranay kadib markaa waxaa loo soo celiyey wixii caruur iyo haween ahaa ayaa loo soo celiyey sidaas markaa ayay qadiyadu markaa ku dhammaatay marka teelahay ka waramaya taa weeyaan wa yowma xunaynin id acjabatkum kathratukum fee falam tugni cankum shayan taas wey marka ilaahay ka waramaya muslimiintina markaa sidaas ayay guusha ku raacday wey nimankan iyana waa islaamina dad muslimiin oo dee safka muslimiinta ku jira ayay markii dee markaa noqdeen ba weeyaan laqad nasarakum ullaahi wallaahi alla weydiin gargaaray fii mawaadina boosas boosaskaasoo kahiiratin tiro badan wa yowma xunaynin xunayn maalinteedii buu idiin gargaaray id waqti buu ilaahay idiin gargaaray acjabatkum ee idin yaab gelisay kahratukum badnaantiinnu oo falam tuqni markaa ma deeqin cankum xaggiinna shay-an waxba oo muslimiintu deeseynu sheegnay marar badan tiradooda iyo tayadooda kuma guulaystaan nasriga hiilka iyo ku xidhnaanta alle iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala taqwadiisa ayay ku guulaystaan weeye marka alle wuxuu leeyahay falam tuqni cankum shay-an badnaantii aada isku hadlayseen oo tiraahdeen maanta yaraa nalooga adkaan maayo ee waynu tiro badannahay wax idin tartay male weeyaan wadaaqad way ciriryoonaatay calaykum dushiina alarda dhulkiina bimaa raxumat ay maca rubxihaa iyadoo waasacnimadeeda lala qabaho dhulkii uu waasac yahay uma wallaytum waad jeensateen mudbiriina xaalaatin kuwa dhabarka jeediyey uma anzala allahu alle wuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuuli rasuulkiisa iyo wacalaa almu'miniina mu'miniinta dushooda wa anzala wuu soo dejiyey junuudan ciidamo oo lam tarowha aydanaan arkayn weeyaan wa cadaba aladiina kuwiina wuu cadaabay kafaruu gaaloobay gacantiina alle ku cadaabay waa la halaagay waxa weeye wax dhintay wax dhaawac iyo wax farxada laga dhigay wadaalika arrinkaasna jazaa'u lkaafiriina kuwa gaalada abaalkooda weeyaan uma yatuubu allahu alla wuu ka toobad aqbalay wuu ka toobad aqbalayaa min bacdi daalika intaa ka gadaal calaa man yashaau ciddu uu doono ayuu ka toobad aqbalayaa wallaahu ilaahayna kafuurun dembidhaafkiisu waa midu badan iyo raxmi naxariista oo alle wuxuu inoo ishaaraysaynu sheegnay ciddii ka mid ahayd kuwaas la jebiyey ee gaalada ahaa in qayb ka midii markaa ay soo laabteen oo ay soo islaameen alle markaa uu ka toobad aqbalay calaa man yashaau ciddii uu doono ilaahay uu hanuun la doonay weeyaan ilaahayna waa kafuuro waa raxim weeye uma yatuubu wuu ka toobad aqbalayaa allaahu alle min bacdi daalika intaa ka bacdi calaa man yashaau ciddii uu doono wallaahu ilaahayna kafuurun dembi dhaafkiisu waa midu badan iyo raxiimu naxariis badan yaa ayuha aladiina marka kuwii aamanuu rumeeyayow innama almushrikuuna mushrikiintu najasun waa najaaso waa qurun weeye falaa yaqrabu yaysan soo dhowaanin almasjid alxaraama masaajidka xurmada leh bacda caamihim sanadkooda haadaa ee kanna wa in khiftum haddii aad markaa ka baqaysaan caylatan faqri fa sawfa yugniikum ullaahu alla wuu idin hodansiinayaa macnaha ka bacdi min fadlihi dheeraadkiisa mayasha inshaa haddii uu doono in allaaha ilaahayna caliimun cilmi badana weeyaan xakiimun markaa falsuubana ah allah subxaanahu wa tacaala bara-adii mushrikiinta ee suuraddu ay ku bilaabatay bara-atu min allaahi wa rasuulihi tii baa allah u soo celinaya oo wuxuu sheegaya qadiyadii aanu sheegnay ahayd in sanadkan sanad ka dambeeya
قال أوسن سود وافي كرن إيماننا كرن أنا سود وان كرن مسجد الحرام أي إلهي شيعية وحليه والمشركين تو نجاسه فلا يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا مركز سنة كان سنة كدم بيه يحل كدم بيه يين أسود وان مساجد كحرم ذله دور وقفة وكثرتا إنما المشركون نجاسون وياه نجاسه ما دش هذا يدرك هذا مسواتن قلب يباد الكي قلمة ذك كثرتا جمهور المسلمين يمفسرين وحي كتك سيهين قال كا نجس كل شيء غي أنوس ندشي ساهين ولو شيءين واحد لو شيء ده ويه بعدن كي جودها إنما المشركون نجس كل شيء غي مش أي كقرن كي هين يوسخ ذا هي وحق بعدن كما دام قال نما هي شرك إلهي لو شرك يري يقلبك أو كجتره أما دشود وظاهر واحد بعد تعمله ومعنا قال هدوك تاب تام أصلانته كأنت إسكدر قوة نجاسة جمهور المسلمين مركز سداس مقبان علماء غيب كم إذا قبتها وإيشرين لكن سيدا راجع هاي مسلمين تنقبضين إنساس واي النقطة اللي بعد كترت آيادة وحويين مسجد الحرام قرانكو دور معنا بواو اسم معلا مسجد الحرام إن لو استعماره مساجدك انت لقوتك الصلاة مركا غاركوت كعبادة مركا غاركوت إن لو استعماره مسجد الحرام للك انت حرمضة لأودان سيدا آيادة وكالتو وأيضاً أنت مساجد كريه اللي هو متشي ده، أنت حرم كله يقان وارث هذا إن للدلو أيام بنانين ودرت هذا إن لجو أيام بنانين، أنت صدق قال عقب صدق كره، وما صدق وان كره، أنت لوحة شيء معنا وحويان، لكن أنت لوك لوحة شيء غيب بحرم كه بحسنه معنا حلك كوشر ته، هذا أنت حرم له يقان مارك تاعي سان شغل ندرت هذا على شري كرين وارث هذا للدلو كرين. أنت أسقال أمس دوان كره، مركب مس الحرام أنت سلوت شيء ذا. ألا وحوك كلو كور رمي هدي اللي جوي مركب قال ذي، إن يدعي كرتوه، قيب مركب مسلمين تكم ذي، إن يبقى مركب قال ذا مصلحة كويستين، أو مصلحة اسم حيت هاي، مصلحة تجارية، كستمر إن هو هاينه، وحكي إبسدان، مركب هدي قال ذا مركب سيد اللي جويه، ولا فيجي ولا دريه، أما تجاري ذي كستمر كي. وحكى إبسن شري أي سيدا كوايان ألا وحول أي مركا ورادات كبغضان فقري وأسليه ذي كاستمر كي وحين كي إبسن شري بدمش كوايسان فسوف يغنيكم الله من فضله إلهي سبحانه وتعالى ديرات كيسو تربي ذي هاي إساقا إذن رساقية ميل أيضا نكمل أي سنين بو إلهي سبحانه وتعالى نكشدين إياه ولما محل الرحسي إن شاء وهدي إلهي أدونه ووحى لقوقو برارو چنية نياهو هاو فهمين قفكم مربه هدي وإسلامه إنه هنتي حوله ليه فقر أو كبح الإسلام وذاك سارسه إن شاء الله هدي له دنوي وتأم معنا هذا وحويان تدك مسلمين تفقير روايرنا يان قف تاجر يهنتي حوله السنة ويرنا يان ومعنى هذا هو قادر إنه يتهاب قفك إسلام نبدو كتاجري هاي الإله بيقان قف سيدو كهبون يعي قف على غيابا إسلام نبدو فقر قاسين وكهيب على غيابه وإله حكمه أقرت أيتهاي ولا جاي يقبل هادو هدي هنتي يحول بدن هري لها إنه مركا وحوي إسلام لماذا يخيرك وكشره إنه كبيح لها أما ما هنتي هدي هنتي يحول لو مارسيدين لها مصلحة مسلمين تقوها يي إن مش أي كبيح لها ولا واي لها موجودة مركا ده هدي ده كيف قنع أي وذا نقدان ده إن بدن أودتك كم يديه حتى نرش مسورو بيسو هدي ده كقنع وذا نقدان نرش مسورو بيسو هدي فقير وذا نقدان مسوره ويسو محي الغني كم حبا يا وحش شقية يا وحش شقيني تذكر بدي وده هنتريهن يا وحش قبنا يا مركن رش وام محي ليتخذ بعضكم بعضا سخريا سألك شيء سقي بقى يبتك الأول نقطة أذى قيال وفقير كنا ننكم باه ووبهية ومعنا وحوى عن شيء تاجركم قفكم فقير كان وحسن ووبهية فقير كنا كتاجر كابوبهية رش وسكتر سندا مركا إلهي سبحانه وتعالى مركا dadkii xikmad baa ku jirta inuu san marka waxa weeye wax wada siin hadii qofkii hanti la siiyo maslaxa muslimiinta u hayaa meesha inay ka baxdo ayaa dhici karsa marka saasa waxa weeye qofkii xogaa ka faafo iskaga noolaado maaragta ilaahay inuu siiyo marka laga yaabo si muslimiinta maslaxada u hayo marka uu qabto weeyaan way alla wuxuu leeyahay marka waa aliim hakeema falsubana ya ayuha alladina ku aamanu rumayew innamal mushrikuuna kuwan gaaladahay on نجس وقرن فلا يقرب يسن سود وان
المسجد المساجد الحرام وحرمت لها بعد عام سنة كذا هذا كان وعورمه وسنة كاستقالات سنة خلي بعد عام هذا وسنة كاستقالات النبي أبو بكر وحل ساري إنه ددك سواح جسيه علنا رضي الله تعالى عنه وقدري آيات كان سورة توب وجهرية وجود الأخرية وبراء أذاس إن إيسن قالت أسود وانين مسجد كحرمت المركب وسنة كاستقالات وي بعد عام هذا وإن خفت المركب هذه أت بغداد مسلميني عائلة المركب فقري ومركب قالت اللي في جيو إن كستمر إيه التجارة لقري جرتين أدويدان فسوف يغنيكم الله الله هذا إذن كده من فضل إدارات كيسا إن شاء هدي أدونا ويان إن الله إلهينا عليم وعلى بدن حكيم فرص بناوي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتل لد قالما الذين كوي لا يؤمنون أن رمينين بالله إله واليوم الآخر ما نندم به ولا يحرمون أن حران كدقنين ما حرم الله إلهي وحو حران تنميي إيه والرسول ورسول كيسو أحران تنميي ولا يدينون أكدين لغنين دين الحق حق دين تيسي من الذين كوي هذا أتول سي الكتاب كتابها حتى يعطوا إلا أي كبحيان الجزية جسي كودي عن يد عن حد حق أي كبحيان والحال هم يغون صاغرون أيين كود ليسن الله سبحانه وتعالى مركو سو شيغي او يري هداد فقري كبقيسان الهي با فضلكيس اي مال دهلادكيس ايدن كقني دغيا ايا واهره وها لو شيغيا با بدلكا اي كهليان مسلمين تو وخي كغه باقدي غارد لفيجي الله وحو ليه هرتا دغالما الهي جدكي كو ان رومين ان الهي سبحانه وتعالى ايمانك كدنبه كو لا دغالما او ان كحاران ديغانين وحي الهي حرام يلي يا رسول كيسو دين تحقى إسلام كان أنك الدين ديغانين وكويهن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعضوا الجزية عن يدهم صغروا كوي كتاب كاللسيي إلا أي مرلوان بتسوى قلان هديعي دقال سورة بتان الدقال لانتان الفأقول الله بتان إيوما يعني أمان يرهدان وأنه قول الله مارك تايي إنا ندين تأن هاي سنة لكن مركب واحد بحين إنه جزية تسوى كودي عشور مركب من كثير بحليه هي تم بقى وبدري ووحي كجب بعض المسلمين تاس مشركين تي لفيجية ليريها كد إرادة المسجد حرام كها إلهي وحي وبدري لعك تاس كودي جا يلاقي قاضيه كوي أهل الكتاب كها ويوم مركب رأله كل نقضي إن هي ندق عالمين دين تونا هاي سنة لكن لعك تأي بحيان مرك إلهي كبحيان بولي الله سبحانه وتعالى جزيه يجوا ولي عن يدين يكون بحنايان مركم مفسرين تقرضوا حين حتى قف مسوكيلن كره وينو قعنتي سكو كينا لكن سيده اصل كان هو حويان ان اني ديدا بحنايان جزيدا بحنايان اي الله سبحانه وتعالى انه شيغيا ولي ايغو ليته معنى وا مخاي دي اسلام كو قف كدو ديدو ان ومسلمين تينا ودح جوغو وحويان امني ولا سينيا لكن وحن نغني يقف ليتبو نغني محايا لدينة إسلام كي حقا هاي أيو إساقو كده حمقاني هاي وناقا المسلمين تي كتران كليا أون هركاس مسلمين تي يضلت داس وكتر يأمن كي سوالا سوغيا لكن معدن إيمان كي رومين تي إيمارك دا عادل هاي كتران إساقو مركا ووكم مغيا مركا إنو دولي هاي تاس حتى سيلوغا قرطو مسلمين تي لبسكو دا حرميان علامات قارا لو حريتري سلوط سمرك الليد نمدودا سلوكر سمرك غفك ننو يهي غفان إسلام هين لكن المسلمين تقول نحنور قاتل الله دقال لما الذين كوي لا يؤمنون أن رمينين بالله إلهي ولا باليوم الآخر ما نتا آخرنا أن رمينين ولا يحرمون أن كحرام لغنين ما حرم الله إلهي وحو حرام يلي يو الرسول رسول كيسو ولا يدينون أن كدين لغنين دين الحق حق دين تسوى دين تسلام كيه من الذين كوي هذا الأتول سي الكتاب كتابك حتى يعطوا إلى يكبحيان الجزية كود يمرك عشور ويان عن يد عن حق ذي كبحيان والحالهم يقول أيهن ساغرون كود ليسن وقالت اليهود يهود وحي تري عزير ننكاس ابن الله ولك إلهي ويان وقالت النصارى نصارى وحي تري المسيح عيسى وشيذان عليه السلام ابن الله عنق إلهي ويان ذلك كاس قولهم هذا الكود ويان بأفواههم أفكا إكير هدين يضاهيون
وايهي ان وحو انا ادغم اولمد يحي قول الذين كوي هذا الكودي كفروا قالوا من قبل هري قاتلهم الله الا نحريستا هكا ديريه ويان كواس الله هلا سبحانه وتعالى وايهي ان سيده يفكون مركا حق لوغ ليخيي الله سبحانه وتعالى وحو اليهود وهي تري عزير باعنق الهيئه نصارنا وحي تري عيسى عليه السلام ايا عنق الهيئه وايهي عزير محي اوغ تيريين الهي مفصلنت وحي ليهن لمن كان مركي رير بنو اسرائيل خاصه يهودهي اي كتابك التوراه اي كدقمي وايين او اي كتغين ايا ان بدن او ددكي مركاس كتابك حفظي سنا اي اغرناي ايا ايغونا باباي او لواي مرك عزير با مر دنبه لهلي او كتابك التوراه حفظي سنا اسغا مرك حفظيسي ايا لغا قري مرك ما دام سدا اي تهي بي وحي كانو مرك وابا مخاي وعنق الهي ويسا مرك اوغ تيريين يا نبي الله عيسى عليه السلام كون نصارى هن مرك ايغو اي سدا اي يراهدين او عيسى ند ما دام ابلان ودشاي اي كو كان سا اوغ فيدنوبينو اي ويراهدين وا مخاي وا عنق الهي ويان الله و خيره و خاصه مرك وا هادل اي افكا كي يراهدين وي و خونا شبهيا كوي غالدا ها قول الذين كفروا من قبل وايي كون غالدا اي مشركين تاي هادلكي هوري ويراهدين او ينه مخاي يراهدين الملائكة بنات الله كون مشركين تي النبي غير مكا هنا ينسى سيرهدين مركا وا ما حي هذا الكود وا اسكو مد وي صدخ ده قولبا الهي وحي اتيريان سبحانه وتعالى عنق اي علمه الهينا غني اي هدن بو كيهي ما حي يلي عنق اي علمها باهي با لو سميس الانا وا مباهد الا وا غني ادومه دن بو ليهي قيب كميده مركا مخو كفليه ادون كان وحا جوغي اخرو انغه مقن كلغود ملكي الهي سبحانه وتعالى بي كجيران مركا ان الهي سبحانه وتعالى وحلي كواس ان قاتلهم الله الهي سبحانه وتعالى كوا وحويها هلاغو ربها هلاغو كواس ويمحا يلا ان يفكون سيلو الي حق سيلو قليح يدو وليبا دي حق اي دح جوغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودح جوغه كتابك الهي وحق وكدو الاخرين ايو وركوان حق سيلو قليح الهي سبحانه وتعالى كوا نحريس ساكاد ايريو كوا إلهي هلاغو ساسؤال إليه وقالت اليهود يهود وحي تري عزير ننكاسي عزير ابن الله عنق إلهي ويان وقالت النصارى نصارنا وحي تري المسيح عيسى ابن الله عنق إلهي ويان ذلك كاسي قولهم هذا الكود ويان بأفواهم أفكا إكي رهدينو معنى وحي وحيك مضى يدليل إنوصا اللهين بأل شيء ويان يضاهئون مركا وحي شبهين قول الذين كوي هذا الكود كفروا قالوا بي من قبل هري وقالوا بكوا وهر هذا الكود يشبهينه ين محير هذين الملائكة بنات الله قاتلهم الله كوا قال لها هلاجو وهو ينحرسنا كدريو أن سدبا يفكون الله إلى يوم حق لو قال لحي اتخذوا وحي كيشين أحبارهم علماء ذي يو الربانهم كوا ذي مركز عبادها أربابا ربيال ومن دون الله الله كسوكية والمسيح أنا وكيشين عيسى عيسى ابن مريم أها مريم عنو قيدي وما أمروا لما أمر وما كواس وهويان والحال ده ما أمروا أن لا أمر إلا ليعبدوا إني عابدان مويانة إلها ألا واحدا أوكلية لا إله ألا حق لقوا عابدان مجره إلا هو إساق مويانة سبحانه ألا حمان كوفا وحي أتريين على كوفا ويانا عما يشركون وحي الوذاتين إلهي سبحانه وتعالى وحي نوشيقيا يهود النصارى رمانتهم المشركين مركا إن نغدين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله علماء ذي أحبارت وعلماء ذي يهود ها وقفوا مركو أقول لي هاي أي علم غنى آذو يقانو أي حبر لكم غعابا ابن عباس وإذا يا حبر هذا الأمة أي عالم هذا الأموي ومدن كي هو علم غبنا حق كتاب كيله سبحانه وتعالى مركا علماء ذي علمك بنيدي علمك براتي هو مركا يهود بأسكله ربانتنا وعبادي صوفية ذا النصارى ذا عبادي النصارى ذا واسك صوفي وبيو معنا وحويان صوم عذا يا خيم ذا انت ميلها عذا ذا كسم إنسان انت اسك جلان ورنشري أنك إله بان أوج أني الدنيا ذا وان كسه هني إلا هل كعقف مركا واسك قد انتو لبذا قلوا ألو حلي هاي نمنك أهل الكتاب كها ربي يلبي كدكتين إلهي غيرك يعبدان
وعلمدودنا وي عابدين كو يهودهي كو النصارى ده نمنكي مركا ان ربانته هاي عبادها ايغونا وي عابدين لبد قلبه مركا دنبيليال ويو الله سبحانه وتعالى شرك اسميان واخا كلو دهر والمسيح ابن مريم نمن كان عيسى وي عابد ايغونا مركا قيب كميده النصارى ده وعيسى اله بي كدغين اسغنا الله وحو ليه لمنا امرين الا اني وا عابدان موي الله كليس ونجي سمر النبي الله عيسى عليه السلام في سورة المائدة آخر كذا وإن إنه أشياء إن إلهي كري عابدان وإن إن كنت قلته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وح أي شيء إله هو دي أن نفتي ذو أكتها أنا وح نفتها ذو كشر أنا مؤقل لكن أذو نفتي ذو أكتها ونجي سمر آخر في سورة المائدة مركع عيسى وح كدكتين سجن إله وياه وثالث ثلاثة ويجي ونجي سمر أيضا الله وحول لي لما أمر إلهي كله إني عابدنا مجاني الله حق لقوا عابدنا مشروع الله مجاني الله نوح كه فيهي وحيابها إلهي سبحانه وتعالى إلى وذاتيين اتخذوا وحي كيشين أحبارهم علماء ذي يو الربانهم قوذي صوفيا شهي مركا عبادها أربابا بكيشين ربيال ربيضع من دون الله الله سكذي لعابده والمسيح ابن مريم المسيح ابن مريم أنهم ربي بكيشين والحال ما أمروا أن الأمر إلا ليعبدوا إني عابدان مويانه إلهًا ألا واحدًا أوكليه لا إله ألا حق لقوا عابدان مجره إلا هو إساق مويانه سبحانه ألا نوكوه فيه عما يشركون وحي لو ذاكنيان يريدون وحي دونيان قوان قالده أن يطفئوا إني بالدميان نور الله ألا سبحانه وتعالى إفتين كيسا بأفواهم أففيالكو ذا إني كدميان ويأبى الله ألا نووديدي إلا أن يتمنوا لميسر مويانه نوره افتين كيسا ولو كره هذا كره سدين وهنعين الكافرون قال ذي هو إلهي الذي أله ويان أرسل دري رسول ورسول كيسا أيو دري بالهدى هنون بولا دري دين الحق ودين الحق حق الدين تيسي ليظهره سوء كريالو على الدين دين تكله دمانتي ولو كره هذا النعين المشركون مركا قوة إلهي سبحانه وتعالى شرك أصمينيه لاي وحي نو شيغيا كوان غالده اني دونيان نورك الهي اني دميان افكودن اي كو دميان وافكود سي اوو دمينيان معنا دعايات اي 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 وحياه اسلامك او بري كيهي او يغو اي سميستين او بين ابورا اني مسلمين تي دينت اسلام فدوشا كساران من ذلك الوقت حلغاس قران كو سو دغيو الا يومنا هذا انا واسدي ام واحد امرنسا اني باباداي مانتا مسلمين تي إن وحياه أي بري كيهين يدين تإسلام فدوش الله جساريه ودين تإسلام كلية ودين دمر كحقرتا واللي دا ودين تدخل ليسا قامه يسكتر تريسا موجه دا ودين عصر كان حاضر كه قرن كان لمرة يكوي لبعتناد أنا عنت من أو صالح وهاين إن تدخل له حكومة ودع يخلف بكنيسة مسلمين تفيرية دون كيجا كدم بي وجودن بي وحاسو دوام حي واتقل الشيقي ويان يضاهيون يريدون أن يدفو نور الله بأفواههم يعني دعايات يمركا عينيان أي كدميان بهربان لكن لم يري ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلهي سبحانه وتعالى ووديري إلا إنه لما يسر مويان افتين كيسا وطاما أنت أنه كشيقنا دي حل لغا هرنا ساسهي قرآن كمحي أورنشرين وسحر نبي قنا وساحر محي أورنشرين وأصادير الأولين وخرافات كده تذكر اللي جسوا جوري وحاء صورن بشيء كتيرن أو وحاء محيو شيء جيان هنا يبيها من دعائه ده ضايع وحاء عيدا المركا عادتك إيه كقال لحدانه قرانكم مركا يدين تو يكودن تو لكن اللي وحولي قال له ودي ذي إلا ما ركت عيي إنه لما يسر نور كيسمو يعني ها وقد تم هذا وانا ما يسر ماي قال هذا مركا هذا كراس دينه إلا وحولي وحود الرسول كيسا هنوم بولا دري يدين حقه سوء كريهه موجدا ان دينتا نبيغو اما الله با وايهي نبيغا سو دا او علي على الدين كله ديننا كون كان لاغو عابوديه ما رغتاي الهي غير كيسا مركا دين حق ارهين دمانت سوء كريهه هدي روان كون مركا مشركين تاي هبا كراسدين مركا كو نوقته وحي دبسنيان يريدون وحي دونيان ان يطفئوا اني بختيان نور الله الذي افتنك بافواههم اففيالكو انه كبختيان ودعايت يا مركا وحان جيرين سددكو اي ولهدان الهي دينتيسه ويأبى الله الا نوديري
إلا أن يتم إنه نميسر المويان نوره إفتين كيسا ولو كره هوا نعين الكافرون مركه وقال ذا هي هو إلهي الذي أليه وين أرسل صدري رسوله رسول كيسا بالهدى أبو الله صدري هنون إيه ودين الحق حق دين تسيو دين تسلام كو يدا أم باكون كان كترسو صحة العقليه ديمه كورينا دين تانو ورميسان تهيو دي إيمان كان أم بصحة عن نقونين إلا قفك أورميو لما دينه دين تانا كوريسيويا معنى هذا ما ها إن دين تسلام كو إنكريسوه مركع يديد انت إلا كوامحي عمل فلك يكون كإن لغم معمله يا إسكالويا دين تسلام كويا وايهي ليظهره سوء كريولا ويا نبيه على الدين كله دينها دمانتو دين تسلام كو كريولا ولو كريها ونعين المشركون مركع ومشركين تهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر وأتوب إليك.